يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه 11 بالأكاديمية الوطنية للتدريب، ويستعرض المجلس الخطوات المقبلة للحوار والمقترحات التي وصلت الأمانة الفنية للقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، وذلك ضمن الاجتماعات التحضيرية لبدء الجلسات النقاشية للحوار الوطني. وكان مجلس الأمناء قد أعلن في جلسته السابقة أنه في حالة انعقاد دائم استكمالا للقاءات التحضيرية لبدء الجلسات النقاشية الفعلية. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. بعد التحية جرمين، يعني اطلعينا على ما يتم خلال الجلسة 11 التي تعقد الآن. نعم، بعد التحية بالفعل مع معكم من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. فعاليات الاجتماع 11 والذي يعقده مجلس أمناء الحوار الوطني تنفيذا لقراره خلال الاجتماع الأخير بأن يظل في حالة انعقاد دائم خلال الفترة المقبلة للجلسات التحضيرية استعدادا لبدء فعلي. بالفعل انتهت هذه الجلسة 11 منذ قليل، ومنذ دقائق قليلة تم مناقشة فيها عدد من الملفات، وذلك وفقا ما صرح لنا أعضاء مجلس الحوار الوطني أنه تم مناقشة المقترحات المقدمة للجنة الفنية الخاصة بالحوار الوطني، إلى جانب أيضا مراجعة الخطوات القادمة التي ستتم في الحوار الوطني من موضوعات سيتم مناقشتها وتم ترتيبها وفقا لل أولوية والأهمية. أيضا تم مراجعة كافة الأسماء المقترحة التي ستشارك في الجلسات الفعلية للحوار الوطني، ولكن ستستمر يعني هذه المناقشات خلال الفترة القادمة حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل. بنشير أيضا أن جلسات الحوار الوطني هي ممتدة منذ أسابيع، وتم فيها التوافق على عدد من النقاط خلال الفترة القادمة، منها التأكيد أنه سيكون هناك ثلاثة محاور رئيسية للحوار الوطني، هي المحور المجتمعي والمحور الاقتصادي والمحور السياسي، وأيضا تم تشكيل 19 لجنة منبثقة عن هذه المحاور بشكل كامل، إلى جانب التوافق أيضا على أسماء المقررين والمقررين المساعدين لهذه اللجان الفرعية. خلال الاجتماع الأخير أيضا أو السابق، وهو الاجتماع العاشر، تم أيضا التأكيد على أنه الجلسات الفعلية للحوار الوطني ستتم بشكل متوازي وليس على التوالي، بوقع ثلاثة أيام في الأسبوع بحد أدنى، على أن تعقد ويخصص يوم لجلسات الحوار السياسي، ويلي يوم آخر جلسات الحوار المجتمعي، وآخر لجلسات الحوار الاقتصادي بواقع خمس جلسات في اليوم الواحد. وأيضا تم التحاور بين المقررين والمقررين المساعدين من جهة، ومجلس أمناء الحوار الوطني من جهة أخرى. تم مراجعة كل اللوائح والقوانين الخاصة بالحوار الوطني، وأيضا الموضوعات التي سيتم مناقشتها. إذن هي جلسات ممتدة على مدار الفترة القادمة، ستنتهي الجلسات التحضيرية ثم بعد ذلك سيبدأ الحوار الوطني بشكل فعلي. كان هذا كل ما لدي اليوم، أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا لك جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، كنت معنا من الأكاديمية الوطنية للتدريب.